أنا اليوم جد سعيد باستقبال زميلي وصديقي خوسي مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا، اللي أولا كنشكره على أن هذه أول زيارة كيقوم بها، زيارة ثنائية كيقوم بها منذ تجديد تعيينه على رأس الدبلوماسية الإسبانية. واختيار المغرب هو دليل على عمق العلاقة وعلى قوة هذه العلاقة. وكنبغي بهذه المناسبة نجدد له التهاني لتجديد الثقة فيه كوزير الخارجية لإسبانيا، وهذا كذلك دليل على كل الدينامية والنجاح اللي كتشهدوا الدبلوماسية الإسبانية في السنوات الأخيرة بفضل الدور اللي كيقوم به معالي الوزير. العلاقة المغربية الإسبانية توجد في أحسن أحوالها منذ عقود. العلاقة المغربية الإسبانية لم تصل أبدا إلى هذا المستوى من الصلابة، من القوة ومن الثقة. منذ اللقاء بين جلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، تعطت لهذه العلاقة قوة جديدة، دفعة جديدة، وواحد الأساس جد صلب. فالرسالة اللي بعد جلالة الملك محمد السادس للرئيس سانشيز على إطر تنصيبه رئيس للحكومة الإسبانية في المرة التالية، أكد جلالة الملك، وهنا كنقتبس من الرسالة الملكية، عزم جلالته الوطيد على مواصلة العمل للمضي قدما في ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع البلدين، وتعزيز المرحلة الجديدة للشراكة الاستراتيجية التي تبنيناها معا والقائمة على أسس حسن الجوار، الثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء. وكيضيف جلالة الملك أن ذلك يعتبر تجسيد لما يتقاسمه الشعبان الصديقان من إرث حضاري ثقافي عريق وإسهام في ضمان السلم والاستقرار والرخاء في المحيط الأورو متوسطي. هذه الرسالة الأخيرة جلالة الملك لفخامة رئيس الحكومة الإسبانية دليل آخر على المكانة اللي كيعطي جلالة الملك للعلاقة مع إسبانيا، ودليل آخر على المستوى اللي وصلته هذه العلاقات وكيفاش كينظر لها جلالة الملك محمد السادس. تبنت العلاقة في هذه المرحلة الجديدة على مبادئ الثقة، واللي كنشوفوها يوميا في التعامل مع قضايا حساسة مثل محاربة الهجرة السرية، مثل محاربة الإرهاب، مثل بعض القضايا اللي كتحتاج درجة كبيرة من الثقة واللي هي اليوم موجودة في علاقتنا. العلاقة مبنية كذلك على الشراكة كمبدأ ثاني، وكذلك هذا المبدأ كنشوفوه بشكل دائم في علاقتنا وفي علاقتنا اليومية. المغرب وإسبانيا في المجال الاقتصادي، المغرب وإسبانيا في مجالات التعاون الاستراتيجية كيشتغلوا كشركاء اللي عندهم مصالح مشتركة وعندهم دائما ربح متبادل، رابح رابح، وهذا هو الأساس ديال الشراكة اليوم بين المغرب وإسبانيا. العلاقة مبنية كذلك على الاحترام المتبادل، وهي نقطة أساسية اللي كتخلي كل طرف فينا أنه يأخذ بعين الاعتبار موقف، رؤى، ووضع الطرف الآخر، وكتخلينا ما يكونوش مفاجآت في العلاقات الثنائية، وما يكونوش قرارات انفرادية، بل كيكون دائما علاقة اللي كل طرف كيحترم الطرف الآخر، وهذا عنصر أساسي اللي كيأكد عليه دائما جلالة الملك. والمبدأ الأخير هو الطموح، واليوم هذه العلاقة اللي وضع جلالة الملك وفخامة رئيس الحكومة الإسبانية الأسس ديالها في الإعلان ديال 7 أبريل، الطموح بان في أننا نفذناها بشكل تام. اليوم تقييم المغرب لتنفيذ
الإعلان المشترك ديال 7 أبريل هو تقييم جد إيجابي، لا من حيث المقاربة والروح اللي تم فيها تنفيذ كل الالتزامات واللي كانت روح جد إيجابية، روح شراكة وروح بناءة، ولا من حيث المضمون. كنا خلقنا 7 الفرق العمل، كلها اجتماعات، كان أكثر من 15 اجتماع ديال مختلف هاد فرق العمل، واللي كلها تقدمات بشكل جد مهم في العمل ديالها. إذا من حيث المقاربة والروح، من حيث المضمون، وحيث المتدخلين، مختلف المتدخلين للعلاقة المغربية الإسبانية اليوم هم منخرطون بشكل جدي، بشكل بناء، بشكل إيجابي في العلاقة، سواء كانوا رجال أعمال، سواء كانوا فاعلين ثقافيين، سواء كانوا فاعلين سياسيين، سواء كانوا أجهزة أمنية، كلها كتشتغل بنفس الروح والإيجابية وبنفس المنهجية ديال الشراكة والاحترام المتبادل. والنتائج بينا اليوم، إسبانيا كتأكد الموقع ديالها كشريك اقتصادي، شريك تجاري الأول للمغرب، والأرقام ديال 2022 شهدت واحد التطور كبير، والأرقام ديال 23 كتمشي في نفس الاتجاه، ويمكن تكون أرقام قياسية مع عمرها عرفتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين. على المستوى محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب يعني الهجرة السرية، العلاقة هي علاقة نموذجية. المغرب وإسبانيا تعاونهم هو تعاون لا مثيل له على المستوى الدولي. هذه واحد success story على المستوى الدولي ديال الجارين يتعاونان في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة لمواجهة ظواهر اللي كتمس الأمن ديالهم، ولكن كتمس الأمن الإقليمي كذلك. ما يقوم به المغرب وإسبانيا من خلال أجهزتهم الأمنية كيخدم العلاقة الثنائية، كيخدم أمن وسلامة البلدين، ولكن عنده دور إقليمي مهم وعنده دور جيوسياسي مهم، لأنه كيأثر كذلك في الأمن والسلم في حوض البحر الأبيض المتوسط، في شمال إفريقيا وغيرها. حوارنا السياسي متواصل وبناء، وإحنا دائما قنوات التواصل المباشرة وعلى كل المستويات كتشتغل بشكل دائم، وكتخلينا أننا نعالج حتى المشاكل اللي يمكن لها توقع بشكل استباقي، بشكل إيجابي، ومبني على الثقة ومبني على الحوار. واليوم كل القنوات، سواء من خلال البعثات الدبلوماسية، سواء مباشرة، سواء من خلال قنوات وزارة الخارجية المغربية والإسبانية، كتشتغل بشكل جد إيجابي وبناء. هذه مناسبة كذلك، لأن أحد عناصر هذه العلاقة هو التضامن، وهذه مناسبة باش نجدد الشكر لإسبانيا على ما قامت به إثر الزنزال اللي شهدته منطقة الحوز. وكانت إسبانيا من الدول الأولى اللي وقفت بجانب المغرب، وفي الرسالة اللي بعت جلالة الملك إلى قائد الفريق الإسباني للإنقاذ، عبر جلالة الملك على العرفان والشكر ديال المغرب لهذا الموقف الإيجابي البناء لإسبانيا، اللي يعني كان مهم بالنسبة لجلالة الملك، كان مهم بالنسبة للشعب المغربي أن إسبانيا تكون بجانب المغرب كحليف، كشريك، كجار وكصديق في أوقات صعبة بحال اللي كانت بعد الزنزال اللي شهدته منطقة الحوز. إذن قناعتنا اليوم بعد هذا الاجتماع هي أن خريطة الطريق اللي وضعها جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية في 7 أبريل تم تنفيذها، وتم تنفيذها بشكل كبير. اليوم الطموح هو أن ننهي ما لم يتحقق بعد، وهي أمور قليلة واللي خصنا ننهيها في أقرب وقت ممكن، ولكن كذلك نبدأ نشتغلوا على تصور أكثر طموح للعلاقة، سواء في مضمونها السياسي والدبلوماسي أو في مضمونها الاقتصادي، من خلال انفتاح على قطاعات جديدة، من خلال جلب فاعلين اقتصاديين إسبان أكثر إلى المغرب، من خلال مشاركة المغرب إسبانيا للمغرب في كل
الرؤية والطموح الذي يريدها جلالة الملك للمغرب في السنوات المقبلة من حيث دعم الاستثمار، تحديد البنية التحتية، تطوير مختلف مجالات العيش للمغاربة، وإسبانيا عندها مكانتها وعندها دورها في هذا المجال. تحدثنا كذلك على المحيط الأطلسي كعنصر أساسي للتعاون بين بلدينا، وفي إطار الرؤية اللي عبر عليها جلالة الملك في خطاب 6 نوفمبر، كل يعني الاستراتيجية لتطوير الساحل الأطلسي المغربي لهيكلة الساحل أو الساحل الأطلسي الإفريقي ولتطوير علاقات مع دول الساحل، كل هذه في بعدها الاقتصادي ولكن في بعدها الجيوسياسي إسبانيا كدولة أطلسية عندها كذلك دور كشريك للمغرب في إطار هذه الرؤية الملكية. مازال غنتحدثوا على قضايا إقليمية ودولية أخرى، وكانت مناسبة كذلك باش نجدد التنويه بموقف إسبانيا الواضح من قضية الصحراء المغربية، واللي كنشوفوه في الأقوال وكنشوفوه في الأفعال، وهذا شيء جد إيجابي. وغنتحدثوا على الشرق الأوسط، غنتحدثوا على منطقة الساحل وعلى إفريقيا في المرحلة المقبلة. سنة 2023 بدأت في شهر فبراير باللجنة العليا المغربية لإسبانيا، واليوم كنحنا على مشارف نهاية هذه السنة، كتنتهي كذلك موعد مغربي إسباني مهم هي هذه الزيارة اللي كيقوم بها السيد وزير الخارجية، واللي كتخلينا نشوفوا العلاقة وفق ما اتفق عليه جلالة الملك والرئيس بيدرو سانشيز بشكل جد إيجابي وبشكل جد طموح. عندنا 2030 اللي هي تاريخ التنظيم المشترك لكأس العالم بين المغرب إسبانيا والبرتغال، واللي هو محفز كذلك للعلاقة الثنائية، واللي كيخلينا نبني واحد العلاقة كتجاوز الظرفيات السياسية، واحد العلاقة ما كتخضعش للزمن السياسي الضيق ولكن كتخضع للزمن الاستراتيجي الطويل المدى، واحد العلاقة اللي كتكون مبنية على رؤية استشرافية لمستقبلنا المشترك، واحد العلاقة اللي دائما كتسألنا باش أننا نغذيوها ونقويوها بشكل متواصل، لأنها كتستاهل بالنظر للتاريخ، بالنظر للجغرافيا، وبالنظر لإرادة القيادة السياسية في المغرب وفي إسبانيا. مرة أخرى شكرا على هذه الزيارة.